صباحي لفريق كرة القدم على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك يا شيماء، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل المشاهدين. مساء الفل عليك، عايز اطمن منك على استعدادات النادي الاهلي لمواجهه المقاولين العرب ان شاء الله يوم الثلاث المقبل، وعايز برضو اطمن منك على حاله المصابين النهارده في الفريق. تدريبات يمكن زي ما نقول استعدادات قويه بالنسبه للنادي الاهلي بعد طبعا الخروج من البطوله الافريقيه. الاهلي والمقاولين العرب والاستاد السلام ان شاء الله يوم الثلاثاء في بطوله الدوري العام، بيستأنف النادي الاهلي من جديد مباريات الدوري العام بقياده طبعا الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت، كابتن سيد عبد الشقيق ايضا كمان مدير الكره. النهارده يمكن شفنا لاول مره بيكون متواجد كابتن عادل مصطفى المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي، كان المفروض يكون متواجد في تدريب الامس لكن النهارده كان اول ظهور ليه مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي. بدا المران النهارده شيما في الساعه 9:30 صباحا بحضور جميع اللاعبين مع الجهاز الفني، كانت محاضره سريعه داخل الملعب مختار التتش للكابتن محمد يوسف والكابتن طاهر عبد الحفيظ من اجل تجهيز طبعا اللاعبين من الدور النفسي بشكل كبير جدا شغال عليه الجهاز الفني على تهيئه اللاعبين في هذه المباراه، مباراه المقاولون العرب زي ما قلنا قبل كده بطولتين، الخروج بطولتين في وقت قليل جدا ده يمكن ليه تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي، فاكيد الجانب الفني مع الجانب النفسي في شغل كبير جدا يبذل من الجهاز الفني، وواضح كمان من تدريب اليوم عقد انتهاء طبعا المحاضره اللي ممكن استغرقت 10 دقائق فقط في داخل مختار التتش. بدا التدريب يمكن سريعا كابتن محمد يوسف كالعاده بعض الجري حوالين الملعب، النهارده كان في بعض الفقرات البدنيه للاعيبه النادي الاهلي، لكن كمان لو بكلمك على اللعيبه اللي كانت النهارده يمكن فصل الكابتن محمد يوسف بعض اللاعبين حاول ان هو يصحح الاخطاء بشكل كبير جدا، عمل تقسيمه في منتصف الملعب شارك فيها يمكن عدد من اللاعبين وليس كافه اللاعبين، في بعض اللاعبين النهارده ما شاركتش في التدريب الجماعي كان ليهم بعض الفقرات البدنيه، وقف اكثر من مره كابتن محمد يوسف التدريب لشرح التمركزات بالنسبه للاعبين، اتكلم على الاخطاء اللي يمكن تواجد فيها لعيبه النادي الاهلي في المباراه الاخيره وهي مباراه الوصل الاماراتي. النهارده كمان شفنا مؤمن زكريا كان النهارده كان مركز بشكل كبير جدا في التدريب، كان جلسه منفرده مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ، من الواضح ان في تجهيز كبير لمؤمن زكريا خلال الفتره القادمه وده اللي احنا شفناه النهارده في الملعب عقد انتهاء المباراه مباشره خاصه الكابتن محمد يوسف، يمكن 10 دقائق او 15 دقيقه لمؤمن زكريا عمل فيها بعض الاسبرنتات بعض الاحمال، يعني في دور كبير من الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقه البدنيه لمؤمن زكريا. وعلى ذكر مؤمن زكريا كمان في هذه اللحظات مؤمن لسه يعني خلص تدريبه الثاني على مدار اليوم، النهارده يمكن كان في تدريب لفريق النادي الاهلي كالعاده الساعه 9، مؤمن زود بعد التدريب والنهارده كمان مع عادل مصطفى المدرب المساعد ب 35 دقيقه شفنا مؤمن زكريا بيأدي ايضا كمان بعض التدريبات بعض الاحمال، يمكن زي ما بنقول في تجهيز كبير هيكون لعدد كبير من اللاعبين على راسهم مؤمن زكريا للتواجد ان شاء الله خلال المباريات القادمه، هيكون في تلاحم كبير يا شيما خلال الفتره القادمه بالنسبه للمباريات، ولابد يكون كل اللعيبه ان شاء الله جاهزه لمباريات الدوري العام وايضا كمان النسخه الجديده من البطوله الافريقيه. النهارده كمان عايز نطمن كل جمهور النادي الاهلي على وليد ازارو، النهارده وليد ازارو كان لابد يكون متواجد او كان المفروض يكون متواجد النهارده في التدريب الجماعي لكن يمكن عنده بعض التورم في رجليه، ويمكن النهارده سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال يمكن هو ما عرفش يمكن يلبس الجزمه بتاعته النهارده ينزل ان هو يتدرب فيها وان هو اعاقته بشكل كبير جدا، لكن في غدا يكون اختبار طبي لوليد ازارو في تجهيز وفي يمكن حاله يمكن من الجهاز الطبي بيحاولوا ان هم طبعا يجهزوا وليد ازارو، لكن صحيح من الواضح حتى هذه اللحظه الكدمه القويه والتورم الكبير ده مؤثر على وليد شويه، لكن بكره ان شاء الله يكون في اختبار طبي قبل المران ان شاء الله. وليد ازارو فعلا ما كانش عارف النهارده يلبس جزمه تمرين بسبب التورم ده. في حقيقه بالظبط. طيب انا عايز اعرف برضو منك يا كريم الجدول لغايه ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي دول التدريبات او البرنامج اللي هيحطه النادي الاهلي لغايه يوم الثلاث ان شاء الله. يمكن بكره ان شاء الله باذن الله تدريب النادي الاهلي هيكون التجمع الساعه 3، تدريب الساعه 4 عصرا مباشره بعد انتهاء التدريب هيتوجه النادي الاهلي الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاهلي والمقاولون العرب. يوم المباراه طبعا يوم الثلاثاء كالعاده في فندق الاقامه يكون يمكن في بتكون وجبه فطار فيها الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء بيكون فيها الساعه 2:30 ظهرا نظرا لوجود المباراه فيها الساعه 7، وتنطلق النادي الاهلي وحفله النادي الاهلي فيها الساعه 5:30 متوجهه الى استاد السلام ليستقبل المباراه. ان شاء الله باذن الله تكون الامور مطمئنه لفريق النادي الاهلي، غدا يكون في تدريب ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات، اللعيبه تكون سليمه باذن الله، في عدد اصابات كبيره يا شيماء انت عارفه احمد فتحي ناوي محمد هاني وعمرو السوليه عدد كبير بيغيب عن فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي في مباراه المقاولين لاستعاده شخصيه النادي الاهلي من جديد واستعاده سلسله الانتصارات التي غابت عن النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه.
شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي. نرجع نكمل معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت.